هنروح للخبر اللي بعد كده. الخبر يعني القرعة تحسم فوز أهلي 2006 ببطولة الجمهورية. شفنا احنا يعني امبارح أهلي 2006 والبطولة دي ليها تفاصيل خاصة، وهنستعرض مع حضراتكم اللائحة دلوقتي. النادي الأهلي مع الإنتاج الحربي وصلوا للمنافسة النهائية. النادي الأهلي أنهى البطولة برصيد 19 نقطة، وكذلك الإنتاج الحربي سجل كل فريق 17 هدف مقابل 12 هدف في مرماه. المباراة الأولى حتى كمان النادي الأهلي الإنتاج الحربي فاز على النادي الأهلي في ملعب الإنتاج الحربي 2-0، والنادي الأهلي فاز على الإنتاج الحربي في ملعبه في ملاعب النشيمة مدينة نصر 2-0، تساوي في كل حاجة. النهاردة اللائحة بتقول مفيش مباراة فاصلة، بالرغم إن النادي الأهلي عرض على اتحاد الكرة نتمنى إقامة مباراة فاصلة، والكابتن خالد بيبو خاطب المسؤولين ولجنة المسابقات في اتحاد الكرة، لكن الإنتاج الحربي كان رده إن اللعيبة خلاص ريحت وقعدت في البيت، فإحنا هنرجع للائحة، اللائحة بتقول خلاص القرعة، القرعة تمت في اتحاد الكرة. لكن الحاجة أو النكتة اللي إحنا سمعناها إن الكرة اللي كانت بتحمل القرعة فيها اتنين أهلي، دي يعني نكتة يعني عارفين مين اللي قالها ومين اللي كان الهدف منها، زي ما إحنا شايفين قدام حضراتكم. في حالة التساوي في كل ما سبق، في حالة التساوي في كل ما سبق يتم عمل قرعة لتحديد البطل. هي دي اللائحة ورجع ليها اتحاد الكرة ولجنة المسابقات ونفذوها فعلا، والحمد لله كان التوفيق من جانب النادي الأهلي. نروح نشوف مع بعض دلوقتي القرعة يعني والتقرير ده وسحب القرعة وفوز النادي الأهلي ببطولة 2006. طبعا بنبارك لفريق 2006 وبنقول لهم ان شاء الله هيكونوا موجودين معانا الاسبوع اللي جاي ايضا في احتفاليه زي النهارده. 2001 اللي فازوا بالبطوله و2006 فازوا بالبطوله هيكونوا موجودين معانا الاسبوع اللي جاي.